بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج ايه ده. بقالنا فتره ما عملناش حلقات، ففي طبعا احداث كتير وحاجات مرينا بيها حابب اعلق عليها. عايز اقول ايه ده، يعني اول برنامج اسمه ايه ده، فاحنا بنقول عن كل حاجه بتستوقفنا في الحياه بتاعتنا او في المجتمع بنتكلم عنها، بحيث ان احنا يعني نحاول نصلح، نحاول نرتقي، نحاول ننقل اي حاجه، زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات كتير عن مشكلات عامه وكيف نحل هذه المشكلات وخلافه. هنبتدي بحاجات ايجابيه يعني عشان خاطر يعني تدي روح معنويه شويه. طبعا اكيد كلنا يعني الاوضاع اللي بنعيشها والدنيا والبلد وهكذا وهكذا، في حاجات فساد وفي حاجات سيئة وفي حاجات تعتبر إيجابية وجيدة وجميلة. ابتداء يعني لما نسمع في الفترة الأخيرة بتوجيهات طبعا رئيس الجمهورية بأن يكون في ضبط لكل ما هو فاسد، وأن يعني مفيش حد فوق القانون، وأن مفيش حد يتساب يعمل اللي هو عايزه، ونسمع عن شخصيات كبيرة أو مراكز في الدولة بيتم توقيفها عشان خاطر بتفسد من مرتشين أو فاسدين أو أي حاجة من عفوا أو أي حاجة من الحاجات اللي هي إحنا ما بنقبلهاش طبيعي. ده شيء في حد ذاته إيجابي جدا، وكأن إن يعني في مشروعات قومية يجب أن يحافظ عليها، فكل من يسرب أو تسول نفسه ان هو يعطل لابد ان يتم توقيفه عشان المركب تمشي. لكن انا اللي عايز اتكلم فيه في الجزئيه البسيطه ديت، ان يعني لما تيجي تلاقي ان في القانون عقوبه لاهانه القضاء، انا شايف ان او بتمنى ان كل حد بيفسد يجب ان توجه له هذه العقوبه من داخل هذه المؤسسه. يعني بالاضافه الى ان في سمعنا ان في حد مرتشي، حد بيسهل له، حد مات، حد راح، حد جه، يجب أن يضاف إلى قائمة الاتهامات بالنسبة لهؤلاء أن هو ده عمل إهانة قضاء، لأنه ده هو اللي أساء للقضاء، هذه المؤسسة التي تقيم العدل بين الناس. ده لما يبقى هو بيعمل الظلم وبيعمل الفساد، فده في حد ذاته شيء مذهل جدا وشيء يعني لا يقبله العقل. الغريب ان انت لما تيجي تسمع تلاقي ان في من ضمن يعني الكلام المنتشر بين الناس او المبادئ العامة اللي احنا بنشوفها بتتنفس طبيعي، انك حضرتك بتلاقي ان يقول لك في وظائف معينة يجب ان يكون الدخل بتاع صاحبها عالي عشان خاطر ما ينظرش للحرام وما يبقاش بياخد كذا وكذا وكذا. ده ثبت ان هو مش طبيعي يعني، او ان في ناس بتخالف، لان الانسان الكويس بطبعه لو هو حتى مش لاقي ياكل مش هيمد ايده على الحرام. وده اللي هو يعني انت سبحان الله، لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له واديان ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. انت تبص تلاقي ان انت مهما كان فلان دخله كبير، اصل هو الوظيفة دي حساسة يجب ان هو ما يبصش لكذا وكذا، لا مش شرط، طالع انه مش شرط. يعني الجميل اللي انا يعني فرحان بيه ان احنا يعني لما تلاقي حد بيبقى بمستوى كبير زي اللي شفناه الفترة اللي فاتت وبيتمسك وبيتوقف وبيتقبض عليه، ده شيء مبشر. بالإضافة إلى المشروعات اللي بتتعمل، يبقى احنا ممكن يعني نأمل كده وبندعي ربنا سبحانه وتعالى إن الأمور تبقى تصل لبر الأمان، وإن شاء الله يبقى يعني وضعنا كويس. الفساد بيزعل، لكن لما بيتوقف يبقى شيء كويس. من ضمن الحاجات برضو اللي استوقفتني الفترة اللي فاتت واللي هي احنا يعني شايفين إن هي إيجابية برضو، بعض الناس اللي بتشتغل، يعني احنا على فكرة لما بنتكلم عن إيجابيات فبيبقى المقصود منها ان احنا نوسع دائرة الايجابيات. لما تقعد تزكيها وتنشرها وتتكلم عنها وتمدحها وتذكر اصحابها بيبقوا يعني مثل للاخرين ان هم يبقوا زيهم، ولما تتكلم على الفاسدين عشان برضه يبقوا هم سبب ان انت الناس تمتنع عنهم. الغريب في المسألة اعزائي المشاهدين ان في ناس ما زالت بتعمل الفساد على الرغم ان في شافوا نتيجة من سبقهم بالفساد. يعني المفروض مثلا اي واحد مرتشي بعد الكم حاله اللي شفناهم، وفي بقى بتاع الحشيش وفي اللي كذا وكذا، وده مجهود يجب ان احنا كمجتمع ومواطنين نشكر كل الناس اللي هي بتسعى في ذلك،
المباحث اللي بتسعى تعمل ده والشرطة اللي هي بتروح تجيب الحاجات دي وتمسك الناس دي شيء عظيم جدا، يجب ان احنا كلنا كمجتمع نشكرهم لانهم بينظفوا لنا المجتمع. بالمثل زيهم بالظبط برضو يعني كان من ضمن الحاجات اللي انا اتكلمت من فترة عن موضوع اللحوم الفاسدة والكذا والحاجات اللي هي الامن الغذائي بتاعنا اللي ناس من عندنا بتضربه، ما بيجيش حد من بره بيعمل لنا هذا الفساد، اللي بيجيب لحمه بايظه واللي بيجيب لحمه مش نافعه واللي بيذبح حمير ولا كذا وكذا وكذا، ده كله شيء بيبقى احنا شايفينه برضو فاسد ويجب ان احنا ننوه عنه. وفي الوقت نفسه بنتقدم كجمهور، بنشكر بنتقدم بالشكر لكل واحد بيجتهد ان هو يعمل هذا الجهد الكبير جدا ان هو يمسك هؤلاء الفاسدين. من ضمن المجهود ده برضو انا اتكلمت قبل كده عن مديرية طب بيطري الجيزة اللي هي مسكت حاجات كتير، انا برضو يعني في شوية حاجات مهمة جدا انا كمذيع او مقدم برنامج بحب اعلق عليها سريعا برضو، ان في تم ضبط يعني مكان بيبيع لحوم هو بيدعي ان هي لحوم للحيوانات للسيرك وخلافه، لكن بعض الناس الفاسدين بتسول نفسه او ان هو ضميره بيموت اساسا وبعدين يبتدي يبيعها للناس. الجهاز ده او الاداره دي بتاعه طب بيطري الجيزه يعني عرفت الموضوع وتابعته مع قسم شرطه العمرانيه، طبعا بنشكرهم جميعا. والكلام ده نقلا عن الدكتوره شيرين زكي زي ما جبت قبل كده، وهي في اخر التنويه بتتكلم عن ان يعني هي بتحيي الزملاء اللي قاموا بهذه العمليه اللي انا بتكلم عنها دي، الدكتور محمد يوسف والدكتور إيهاب عوض والدكتور كريم مسعود والدكتورة رانيا عبد الحافظ واثنين من اخواتنا السائقين كامل رياض ومحمد وجمال وفي عامل من الإدارة عم حسن شعبان. الناس دي طبعا قاموا بمجهود كبير وبيقوموا بحاجات تانية كتير، بس احنا مش هنقعد نحكي كل الحاجات، احنا بس يعني بنبرز الحاجات الجميلة في بلدنا عشان خاطر احنا نبقى يعني نعلم الناس او ان احنا نشجع الناس ان هم يعملوا كده. لو كل والكلام ده قلته سابقا انا عندي برد معذرة تانية، لو كل واحد قدر يمسك فساد في مكان ما وقدر يعمل المجهود اللي هو واجب يعمله، يعني احنا من كتر ما الفساد انتشر وتدنى مستوى الناس في اداء اعمالهم احنا بقى اللي بيعمل حاجة ولو كانت بسيطة ما بنقللش منها لا شك، لكن يجب ان يكون الاصل في الناس ان هم بيعملوا الحاجة الصح اساسا. لو حد عنده شيء ايجابي قلت قبل كده يبعته لنا، اتصل بينا على الارقام الموجودة على الشاشة قدام حضراتكم او الواتس او الفيسبوك يبعت لنا هذه الاشياء، ولو حد عنده اي فساد برضو ممكن يبعته لنا. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عنها اعزائي المشاهدين ان كان يعني ملمح برضو بسيط جدا اللي هو اهتمامات الشعوب. احنا درسنا في الاعلام ان انت في الاعلام يجب ان انت بتدي الناس اللي هم بيحتاجوه مش اللي بيعوزوه. الناس لو سبتهم على اللي بيعوزوه بيعوزوا ممكن يعوزوا حاجات بايظة، حاجات فاسدة، حاجات لا اخلاقية، حاجات كذا كذا. لكن انا في نقطة عايز اعلق عليها، ان الناس لما بتيجي تعظم شيء مثلا من ضمن الاشياء اللي هو الكلام اللي دار على لاعب كرة كبير معروف مشهور واهتمام الناس بيه وان هو الاول في العالم من ناحية المرتب بتاعه وهو الاول من ناحية على السوشيال ميديا يعني كان يجب ان يكون مخترع هذه الوسائل بتاعة التواصل اللي هو قدم هذه المنفعة للبشرية. مش معناه ان بلغ الكرة انا ماليش فيها بصراحة يعني، لكن نبقى اهتمام الناس باللاعب اللي هو ده بدون ما يكون اهتمامهم باللي قدم المنتج وقدم التكنولوجيا وقدم الحاجة، انا مش هقول لك ان اللي عمل اخلاق على مستوى العالم، لكن انت اهتم بكل ما هو مقدم والناس بتستفيد منه وتنتفع منه اكتر من اللي بيستخدمه. يعني مفارقة عجيبة جدا ان انت تبص تلاقي ناس بتهتم بمستخدم للحاجة دي اكتر من اللي صنع الحاجة نفسها، ممكن كتير منهم ما يعرفهمش اساسا. فده شيء ملفت وشيء غريب. احنا لو احنا عندنا روح العلم وروح ان احنا البناء والتنمية يعني وعمران هذه الارض هنهتم بالناس ده اكتر. مين اللي اخترع الضوء ده؟ مين اللي اخترع المايك اللي بتكلم فيه ده؟ مين اللي اخترع الكاميرا اللي حضرتكم بتشوفوني من خلالها؟ مين اللي اخترع التلفزيون اللي بتتفرجوا عليه؟ مين اللي اخترع كل ده؟ قدم للبشرية اختراعات هائلة. ممكن كتير جدا من الناس اللي بتستخدم الكلام ده كله لا تلتفت الى هذا خالص، بعدين بتتكلم في حاجة ثانوية جدا لاعب كرة او ممثل او غيره، مش معناه ان دول ما لهمش لازمه او، لكن انت كان يجب من باب اولى تتكلم فيما هو افيد وما هو مقدم للبشر. عندي ملمح اخر نتكلم بقى عن فساد، يعني انا يعني لما تيجي تبص تلاقي في شكوى جايه لنا في البرنامج من
اهمال لناس عايشه بشر عايشين، والكلام ده برضو احنا لازم نحكيه في الحلقات، لان احنا بنقول ايه ده؟ يعني انا قلت ايه ده؟ بنتكلم عن الحاجات اللي اتمسكت من الفاسدين، ايه الحلاوه دي؟ بنتكلم على الناس بتاعت الطب البيطري، ايه الجمال ده؟ بنتكلم عن الناس اللي بتهتم بالشيء الثانوي وتترك الشيء الاصلي، فبقول ايه الغرابه دي؟ بنتكلم عن حاجه بقى اهمال، ان انت تلاقي ناس عايشه، فبقول ايه الفساد ده؟ وايه الشيء اللي زعل ده؟ لما تبقى ناس عايشه بشر ما عندهمش طرق صالحه للسير وطرق مظلمه، الكلام ده تحديدا في مركز الحسينيه، منطقه تبع مركز الحسينيه، ما فيش صرف صحي، مياه الشرب بيشتروا ميه شرب ما فيش ميه، يعني او ميه غير صالحه. من الاخبار الغريبه ان ميه الصرف دي اللي هي حاجه بيسموها بحر البقر دي هناك، دي ميه صرف بيزرع منها وبيتعمل منها المزارع السمكيه. ده يعني ايه ده؟ لما يبقى اكلنا او اللي بياخد اكل من هناك او اللي سمكه من هناك او اي حد بيستهلك اي شيء من هذه المناطق اللي هي بتعتمد على ميه صرف، يعني ايه المخرج بقى اللي طالع بعد ميه الصرف دي؟ الزرع اللي طالع والسمك اللي تم استزراعه ده يمشي ازاي؟ والناس دي عايشه ازاي يعني؟ فانت تبص تلاقي من ضمن الحاجات الغريبه ان في ناس مع نفس الناس، وده الكلام اللي دايما بكرره، ان ليست المسؤوليه كامله على الحكومات، الشعب والمجتمع والناس نفسها عليها دور كبير، لانك انت وانت ماشي في نفس المكان شايف الضلمه وشايف الارض غير ممهده وشايف ميه غير صالحه او ميه الحنفيه حتى غير متوفره طول الوقت، ولما بيزرعوا من ميه صرف، وبعدين تبص تلاقي في نفس الناس ديت، يعني لو قلنا ان ده ظلم من المسؤولين او اهمال من المسؤولين، عندك داخل هؤلاء الناس في نفس الاماكن دي ناس فاسدة كانت واخدة بالألف فدان وتملك هذه الأرض بطريقة غير شرعية وغير قانونية، لأنه كان في الحزب الوطني السابق وهو عايش مبرطع بحاجته دي. طبعا اللي عنده ألف فدان يقدر يشتري مية زي ما عايز ويشتري كل حاجة زي ما عايز، واللي جنبه يولع. فأنت واخد حاجة مش بتاعتك من نظام سابق في غلط في فساد، واللي جنبك يموت. يعني مسألة غريبة الشكل، انت لما تيجي تلاقي انك بتقول ايه ده؟ ايه الفساد ده في ان المسؤولين سايبين الناس دي عايشة كده؟ وتقول اكتر ايه الناس اللي عايشة معاهم اللي بتسرق الحاجة دي؟ وايه اللي مسكت دول؟ يعني انت لما تيجي تبص تلاقي زي ما قلت قبل كده في ازمة السكر، ان اللي بيحتكر السكر او الباشا الكبير اللي عنده مال كبير ومحتكر بيه السكر، هو في حد ذاته مشغل ايدي عامله بتحمل وتنزل وتشيل وتخزن وبتسرق له، وبيقبضوا مبالغ بسيطه جدا عاديه جدا وبيشاركوا معاه. فبرضه بنقول ايه ده؟ يعني انت في النهايه امام حاجات كلها متناقضه غريبه، تخلي الانسان في يعني عقله يشت، لما يبقى ده حال البلد وحال الناس، وبعدين نقول هو البلد عامله كده ليه؟ او الناس حالها كده ليه؟ لان انت يعني بتقعد تترك كل ما هو قريب منك وترمي على الحكومات، وبعدين يا اخي طب صلح القريب منك، يعني انت صلح نفسك. يعني لو كل واحد صلح نفسه وعمل الصح اللي هو يجب ان يكون ده، انت يعني هتتحل مشاكل كتير. من ضمن الحاجات الغريبه برضو اللي انتشرت او اللي محتاجه اتكلم عنها في الفتره اللي هي قبل بدايه العام الجديد، وده برضو بيخليني ارجع لنفس النقطة بتاعت ان انت الناس بتهتم بامور تافهة، امور غريبة، امور غير نافعة، لما تلاقي ناس عايشة على الدجل، ناس عايشة على اوهام، ناس عايشة على يعني شغل العرافين، لما تبص تلاقي جميع القنوات بتعرض يعني ابراج الناس ايه والسنة الجاية في ايه والحكاية والرواية، لا يعلم الغيب الا الله، لا لا بلا شك يعني. ولو جيت تجيب نفس الناس ديت في سنوات سابقه شوفهم توقعوا ايه وما فيش حاجه حصلت منه، وكل اللي عمال يتوقع اي حاجه بيالف بيهري، واللي يجي يقول لك انا بقى برجك ده هيبقى كذا، طب ايه رايك ان اصلا يعني من الممكن ان يكون الانسان بيتكلم عن برج في حاجه هو برج تاني اصلا، يعني مولود في يوم غير اليوم المكتوب به في شهاده الميلاد، يعني فيبقى طبيعته مختلفه. فانت بتهرج يعني الغريب برضو مش اللي طالعين يتكلموا، اللي طالعين يتكلموا لو هو ده علم هم بيقولوا ان هم بيعرفوا فيه، لو هو بيضحكوا على الناس او قاعدين عشان يقبضوا مقابل كده، لكن الغريب الناس اللي بتتهافت على كده.
تبص تلاقي اتصالات وموضوع بجد، ويا اخي هو لو يملك لنفسه شيء كان عمله لنفسه، يعني شيء غريب جدا. الادهى من كده ان انت بتبص تلاقي، يعني انا احكي لكم عن نفسي، يعني انا في حد كنا مجموعه كده متشاركين في مشروع، وفي واحد من المجموعه يعني انا مثلا لو في اول خط البيان كده، هو في اخره كده، يعني ابعد ما يكون خالص، ما فيش حاجه بنتفق فيها خالص نهائي. وبعدين يعني قدرا كده بشوف على الفيس، يعني بيجيبوا كده على الفيس ان في اعياد ميلاد فلان وعلانه، فبيجيب لك الشهر. فانا الشهر اللي انا فيه فوجئت لقيته اسمه فيه، فقعدت اضحك قلت طب يقولوا ابراج اهو بتاع وكلام فاضي، طب احنا في شهر واحد اهوت ومش نافعين خالص مع بعض، يعني التناقض الكامل. فانا يعني دعاني الفضول ان انا اشوفه في انهي يوم، لقيته في نفس اليوم اللي انا فيه، يعني فقلت لا ده يبقى الكذب بعينه لا شك يعني. فانت لما تبص تلاقي الناس قاعده تهتم بلاعب وان هو الاعلى في المستوى العالم، ماليش دعوه انه حلو او وحش، مش بتكلم على كده، وان هو الاكثر انتشارا على وسائل التواصل، وما حدش عارف مين اللي عمل وسائل التواصل، مين الدماغ اللي اخترعت ده، مين اللي قدم للبشريه ده. وبعدين تبص تلاقي واحد قاعد يقول لك هو بكره هيبقى فيه ايه، السنه الجايه هيحصل لي ايه، هتجوز ولا لا، هشتغل ولا لا، هيجي لي فلوس ولا لا. يا سلام، وانت تعرف انك هتعيش ولا لا اولا؟ يعني امر غريب اهتمام الناس بده. طب يا اخي انت يعني شوف لك شغلانه، اعمل اي حاجه، شوف لك مصلحه، يعني اعمل حاجه نافعه، لكن انك باصص كده. فانا بقول لك اهو مثال اهو، الشخص نفس التاريخ يعني 29/5/29/5 ولا توافق في اي حاجه. فاديني بقى عقلك انت بقى، اقول لك اصل بتوع برج كذا، وبعدين تسمع تلاقي واحد يقول لك ايه الجماعه بتوع برج كذا هيحصل لهم كذا السنه دي، تسمع واحد يقول لك حاجه تانية، يعني يقول لك ده الاعلى خالص وهيبقوا، ما لهم دول بقى اللي يعني سنه السعد بتاعتهم. وتلاقي واحد تاني يقول لك سنه ليه، هو 600 اختراع ولا ايه؟ يعني انت لما تقول لي القاعده الفلانيه الشمس بتشرق الساعه كذا، هشوف الساعه اشرقت خلاص. لكن لما تقعد 60 واحد يحكيها ب 60 شكل، يعني اين العقول؟ واحد يطلع يقول لي ده علمي، طب ما هو لو علمي يبقى ثابت يا اخوانا. يعني برضو انا مش هناقش اللي بيعملوا ده، انا بناقش من يتهافت عليهم. يعني طب انت ما سمعتش منهم السنه اللي فاتت قالوا فلان هيموت وفلان هيجرى له كذا وفلان هتمثل وتبقى وعلان فيلمه مش هينفع طب انت وانت متاكد ان هو فلان ده في البرج الفلاني نفسه؟ يعني ابدا، وبواقع الحال ما بيحصلش كده. وفلان هينقلب على معرفش مين، ومين هيقتل مين، ومين هيحصل ايه، ودوله ايه هيحصل ايه. يا راجل بلاش تهريج، هو كان حد يتوقع يبقى في ثوره؟ حد كان طب ما هم قعدوا يقولوا الدنيا ورد وبتاع، وفوجئنا لقينا في ثوره، ناس روحت، ناس كانت قاعده مفكره انها هتخلد في الارض وما بقتش موجوده، وناس كانت مفكره ان هي مش نافعه خالص بقى. يا عالم بالحال، لا يعلم الغيب الا الله. فيعني لما تبص تلاقي المستوى بتاع تفكير الناس ان يروح كده، ايه ده؟ وانا مش هكلمك بقى على اللي بيروحوا للناس دجالين يعملوا اعمال، واللي يروحوا يشوفوا معرفش ايه، ايه ده؟ ايه اللي الناس بتعمله ده؟ يعني العالم كله بيعيش، يعني بقول لك عيل صبي يعتبر مش شاب كمان يخترع حاجه زي الفيسبوك، ايه ده؟ دي ناس. يعني كان عندنا مدرس زمان يقول لك يعني انتوا عارفين، ممكن تكون مبالغه منه يعني، لكن المعنى اللي انا اقصده او اللي هو كان بيقصده ايه؟ ان الاختراع والتقدم ده شيء لابد ان البشر يمشوا بيه. يقول لك العيال في اليابان اللي قدكم كده لما كنا في المدرسه زمان، يعني بيعملوا بقى عارف الساعات والحاجات دي، بيقعدوا يعملوها هم. هو طبعا يعني مش هيعملوا صواريخ، فبيعملوا الحاجات الرفيعه اكيد، هي مصانع ومخترعين وفيلم يعني كبير، بس هو بيدينا مثال على كده. فالعيال الصغيره بتعمل الساعات العاديه دي، ممكن يعني ما يعني شوف لما يبقى الاهتمامات كده من البدايه. لكن لما تبقى ناس كبيره شحوطه كده واحد يقول لك شوف لي انا هيحصل لي يحصل لك ايه، وانت ممكن يعني انت هو يعلم هو نفسه هيموت امتى ولا هيحصل له ايه، وهو نازل من الاستوديو عربية تهف وما يعلم بالحال. يعني شيء غريب برضو. ملخص الحدوته دي ايه؟ ان الناس بتدور على ايه. لما تلاقي ده اهتمام الناس شيء غريب جدا، اهتمام الناس باللاعب المستخدم للتكنولوجيا بدون ما يهتم بالتكنولوجيا شيء غريب جدا. انا ما بقولكش يعني كن مخترع عن الان، بس يا اخي على الاقل قدر هذا عشان تبقى في طريقه.
مشكلات كتير جدا احنا بنشوفها بنقابلها في حياتنا، يعني كلها بتستدعي ان الواحد يطلع يقول ايه ده. اكيد في شيء كويس، في ناس بتشتغل، في ناس بتقدم شيء للبشرية، في ناس بتمنع فساد. ده اللي يجب ان نتعاون عليه، بدل ما انا اقعد امسك خبر واقعد اتكلم عن حد. يعني من ضمن الحاجات الغريبة برضو اللي يقعد يطلع شائعات. طب ما يا اخي انت بدل ما تطلع الشائعة وتستخدم هذه الوسائل اللي هي في حد ذاتها ممكن تبقى نافعة جدا وممكن تبقى ضارة جدا، استخدمها في شيء نافع. يعني انت بدل ما تطلع شائعة اكتب نصيحة، اكتب شيء يفيد الناس، اكتب معلومة مفيدة، اكتب خبر عن حد عمل حاجة مفيدة، عرف الناس. يعني انا مش هقول لك اطلع اوعظ واكتب خطبة تقول لي اصل انا ما اعرفش ومش متخصص، لا اكتب شيء نافع. يعني لماذا هذا التدني عند الناس في تعاطيهم لحياتهم؟ لما يبقى الناس زي ما قلت اللي هو المكان اللي بحكي لكم عنه بتاع الشرقية ده، ودي شكوى مهمة جدا، واتمنى لو المسؤولين هناك يعرفوا كده ويشوفوا هذه المشاكل، صرف صحي ومفيش ميه ومفيش طرق. يجب ان يكون الكلام حقيقي ويتراجع، والناس دي تتشاف ايه مشكلتها، وناخد على ايد الغلطان. من ضمن الغلط اللي برضو لازم نقول ايه ده، يعني انا كنت في المكان ده في زياره عند بعض الاصدقاء، وانا راجع في الطريق ثلاث اربع عربيات ميكروباص ماشيين في الطريق اللي هو من الحسينيه وجاي على القاهره. طريق اصلا يعني هو مرصوف لكن تعبان، يعني اللي بيجي تقريبا لحد طريق مصر الاسماعيليه. ثلاث اربع عربيات ميكروباص عندهم فرح او عندهم بتاع، ماسكين الطريق كله، عاملين اربعات كده وحاجات من اللي بتتعمل من السائقين المروشين البايظين اللي هم يعني يجب على المجتمع انه يقف لهم. واحد يقول لك ده حاجه بسيطه وفي حته، لا، ما انت لما تتكلم عنها شيء مهم، عشان خاطر لما نمسك كل حاجه بسيطه وكل حاجه غلط وكل حاجه ماشيه بشيء مش منطقي ومش طبيعي، هنلاقي الدنيا بتنضف، هنلاقي الدنيا بتتشجع ان هي تنضف على الاقل مرحله، يعني تمهيدا لذلك. لما يبقى الطريق كله مش عارف يمشي بسبب ان دولت مستخدمين الطريق بيلعبوا فيه، بيهزروا مع بعض فيه، والسواق يقعد يقلب له نور ويحاول ويدي له كلاكسات ويحاول يعدي منه مش عارف من مجموعة السيارات ديت، وكأن ما فيش شرطة، كأن ما فيش مرور، كأن ما فيش مباحث، كأن ما فيش حد. دي العقلية اللي ماشية، أنا مش أنا اللي بقول كده. يعني أنت لما يبقى السواق ده ماشي واخد مسافة كيلومترات طويلة جدا، يعني لحد كوبري القصاصين تقريبا ابتدى يعني يركن أو يحود أو حاجة زي كده، تمام؟ فانت حضرتك لما تبص تلاقي انت كمواطن ماشي مش عارف تمشي في بلدك، مش عارف تمشي في طريقك، عشان في واحد متخلف شارب مستهتر ضارب بالقانون عرض الحائط. انا لو في الشرطه، لو ظابط اجيبه واوقفه الغي له رخصته واخد عربيته واصادرها، ويعني اعمل كل حاجه، لانه هو بيستهين بالقائم على نظام هذا البلد لما يعمل كده. طب افرض عربية جت تعديك عملت حادثة والناس اللي فيها ماتوا وكذا بسبب استهتارك وبسبب انك شارب. انا كل اللي عملته ان انا خدت رقم العربية، اجرة الاسماعيلية، والكلام ده بعتبره بلاغ مباشر لمرور الاسماعيلية، رقمها 60282، 60282 اجرة الاسماعيلية دي واحدة منهم اللي كانت قدامي على طول مش عارفين نعدي منها، وغبنا مربوطين كده مش عارفين نمشي بسبب هذا المتخلف. السواق لما بيكلمه لما قرب منه قبل ما ينزل من على الكوبري ده وياخد هو طريقه جوه بقى في قريه واحنا هنكمل، ولا عبره ولا رد عليه ولا اي حاجه، وحاجه يعني والعياذ بالله استهتار، بقول اكيد حد شارب. فانا ببلغ الشرطه، يعني ده مستهتر يجب ان يعاقب. مرور الاسماعيليه عاقبه هذا الشخص والشله اللي كانت معاه. ويعني احنا بكرر تاني ان احنا لو في اي حد عنده اي موضوع يتواصل معانا، ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.